اتفقنا يا جماهير اتفقنا وضعيتنا على الوضع جميلة وضعيتنا على الوضع جميلة وضعيتنا على الوضع جميلة يا محبين التجدد في البرامج تابعونا والحلو ما هو بزامج بمجال الابداع لا الابداع دامج وقعيتنا على الواقع جميلة وضعيتنا على الواقع جميلة وجين الشيبان تكفى استلمت الكرك من النصارى واجهت اللي شوفوا لك انا استلمت الكرك من النصارى كيفه حتى ريحه الشيبان كيف زين الله يا جماعة انتم مو مستغربين شغلة؟ قلت جاهز انا مجهز محمد لا انا صبت لي وخليت يتحرك ابو ناصر انا سويت القلة مو مستغرب اللي شغلة اللي عنده اللي مسحت من متى عن السمن؟ من متى عن السمن؟ الو ها انت اللي ماخذ السمن على هوا لا لا من متى عن السمن؟ من زمان بس مع السلامة انا الو احنا هوا والله مش هوا الو 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 احنا على الهوا والله على المية الو كيف حالك؟ انت عبد الله؟ انت ما تسمعنا اليوم؟ سامنا والله كيف حالك؟ بس حبيت اني اساعدك سمعت صوتك عبد الله قبل شوي عبد الله عبد الله موهبتك حلوه عبد الله بس اطولها حاول 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 شوي تخفيها شوي ابشر حلو يلا الله فص الله 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 يا فصفص الله يحييك يا اصفراني انت تقهر عدوك بس اصفر حبيبي اوه حكينا على الاوتفيت هذا طال عمرك ابو ناصر يا مرض مبروك الله يبارك فيك جايك ان شاء الله من زود في امين وياك يا رب عقبالك من الناس اللي والله العظيم وقسما بالله انه مبدع يا حبيبي استمر على ابداعه الحمد لله ما اجي الا من بعدكم الابداع اصلا منكم طال عمرك شلونك؟ الله يسلمك شيل الحركات علشان تعرف بس فتات حركات يا مدرد انك بتجي انت شو تسوي انت؟ يعني في ريحه بصل وفي تمر يعني تمر بريحه البصل ولا كيف؟ طيب يا جماعه الخير انا من اليوم نحاول انا ما ادري الشباب وينهم لكن الان ما جاء معنا الا محمد بن ناصر محمد العويسي باقي محمد العويسي وين؟ باقي محمد العويسي فقط بس؟ اي اللي مع الرابع فلاح فلاح مش موجود الحين لذلك يا اخي يلا يلا نادي العويسي يلا لذلك الحين نبي ناخذ على الطبخه الحاره والطبخه البارده طيب محمد كركنا يا محمد كركنا يا محمد يا محمد كركنا ابو حميد ويا لبيه لب الخفوق اللي دعاني ولبيه لبيه امر اسمعني ها الحين انا ومحمد العويسي ومحمد ناصر وفلاح طيب فكيف الطريقه فلاح رايح المضيلف فلاح طيب. مع مين فلاح يشتغل خويه طيب. واذا فاز اذا فاز فلاح راح لا اقصد طريقه النقاط وكذا على عرس كذا والله ما نستهين يعني فلاح شوف فلاح رايح لوين للوقف صح إيه؟ يعني اتور سفير اهلا من جازي اللي جازينا بالطيب من جازيه الا احنا طيب منه وش هو فلاح معاك انت صح لا ما شاء الله فلاح معاهم فلاح مع محمد بن ناصر اذا فاز محمد بن ناصر حالك النقاط تتقسم على فلاح وعلى محمد بن ناصر لا انا اعترض ليش تعتذر فيصل شلون انا اعطيه نقاط وهو قد ثلاث ايام وهو يدوج في جده ما اعطيته كيف 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 تعترض رايح للوقف حتى لو انا ما ابغى اعطيه نقاط مو على كيفك لو سمح طيب خلاص على الكلام هذا اللي اذا فاز يا اخوي محمد بن ناصر فريقه تمام راح تتقسم عليه وعلى فلاح يا احمد القم يلا القم القم ما هذا خوي الا خويه محمد بن ناصر رايحين حاجزين فندق راقدين فيه وبتون تيك توك ماشيين ما ادري وجوالات وتيك توك واسد ها ونقاط بعد واسود اخذها مني يا فلاح بن فراج انا اليوم خاسر طيب يمكنك ما راح تفوز محمد يمكن ما راح تفوز انا تأكدوا اني اذا ما فزت ترى انا اللي مخسر روحي عشان ما تاخذ نقاط اهم شيء الثقه انك بتفوز يا ابو اهم شيء الثقه هو واثق انا اللي ضحكني انه واثق طيب والنقاط كذلك اربعه هم راح نسحب على ثلاثه بزنس انا اذني ما ادري وش فيها يعني انا اذني غير عن الناس ما يشبه فيها الهربيز ولا كيف تقول صم شيء المهم كذا خطا تحط راح تكون يا جماعه الخير باذن الله تعالى ثلاث نقاط
على المتسابقين، يعني ثلاث متسابقين. البزنس 86، وان شاء الله ان الهاشتاج اليوم ما يكون خلاص.